شكرا الأستاذ عمرو الفقي. وخير ختام لاستعراض جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف المساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، واسمحوا لنا نرحب بالأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت وإذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العظيم. احنا واقفين فمش هقول لكم دقيقة احداث، بس عايز نقرأ الفاتحة على روح شهدائنا في قطاع غزة والفلسطينيين كافة رحمهم الله. الحقيقة أنا مش هطول، ولكن أنا شايف المشاركة القوية اللي بتحدث النهاردة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كل إعلاميها، كل مذيعيها، كل الستاف اللي بيشتغل في الشركة المتحدة، اللي بيقول كلمة حق لصالح الشعب الفلسطيني، اللي بيقول كلمة حرية لصالح أهلنا في فلسطين، اللي بيقول كلمة تحرير لصالح فلسطين. أعتقد أن صوتكم وصل وبقت تتاخد من على قنواتنا النهاردة كوتس لقنوات دولية، وبنشوفها النهاردة بتقول الحق اللي قالته الشركة المتحدة من خلال قنواتها وإعلاميها. الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني ما هم إلا مؤسسات بتعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. هنظل شعب واحد، هنظل واقفين جنب بعض في مشاركة ومش معاونة ومش دعم، دي مشاركة واجبة على الشعب المصري. القضية قضيتنا وليس قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع ان هي قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللي متفقة رؤاها مع الشعب المصري. وجميعا ان شاء الله معا المشوار ده هيكمل. لازم يكون في ايمان انه ربنا ان شاء الله هينصرنا وهيحررنا كفلسطين وهيحرر الوطن العربي من الغمة. شكرا جزيلا، وربنا دايما يجعلكم داعمين.